الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس 18 من كورس الـ VMware View 5.1. درسنا النهاردة هيكون بعنوان Security. طبعا في نهاية أي كورس لازم نتكلم على الجزء الخاص بالSecurity في الـ Applications اللي بنتكلم عليها والتطبيق بتاعنا. طبعا شركة VMware عاملة Security على مستوى السيرفرات وعلى مستوى الفيرتشوال ماشين. عندنا عندها بعض المنتجات اللي هي بتنتجها شبه الفي شيلد اند بوينت والفي شيلد ايدج، الخاصين انهم بيعملوا فاير وول ويعملوا انتي سبامينج وبيعملوا فلترنج بتوين السيرفرز وبتوين الماشين بينها وبين بعضها وبتوين الفيزيكال انفايرمنت والفيرتشوال انفايرمنت. طبعا كلامنا كله هيكون على موضوع الـ VMware View فقط لا غير، مش موضوع الـ vSphere او غيره. انا حاولت في الدرس ده اجمع كل نواحي السكيورتي اللي موجوده جوه برنامج الـ VMware View. عندنا هنتكلم عندنا على كام بزا نقطه. هنتكلم على السكيورتي الخاص بالسكيورتي سيرفر، نتكلم عن الرولز والبرميشنز، نتكلم على الـ VMware View بوليسي اللي هي موجوده لوكال في الـ VMware View، هنتكلم عن جروب بوليسي عبارة عن الـ ADN اللي بتتطبق جوه الجروب بوليسي بتاعتنا من خلال الـ VMware View، هنتكلم على البورت والفاير وولز اللي بنحتاجها نفتحها عندنا بيننا وبين الـ Physical Computer والـ Virtual، هنتكلم على منتج الـ VMware vShield Endpoint، ونتكلم على الأنتي فيروس مع الـ VDI Technology. فالجزء ده أو الفيديو ده مهم جدا جدا لأي حد عاوز يفهم يعني إيه Security مع الـ VMware ومع تكنولوجيا الـ VDI. عندنا هنتكلم على أول نقطة عندنا وهي الـ Security Server. لو فاكرين خالص في أول الكورس لما اتكلمنا في الـ VMware View Component قلنا إن في حاجة اسمها Security Server. السيرفر وظيفته إن هو بيعمل Security، وهو تحديدا بيعمل Security بين مين ومين. لو فاكرين كده قلنا إن الـ VMware View Server Security عبارة عن إيه؟ عبارة عن سيرفر في النص كده بيحمي الانفايرمنت بتاعتنا. لو احنا قلنا ديت النتورك بتاعتنا، النتورك ديت فيها سيرفرات، السيرفرات الاي اس اكس عليها الفيرتشوال ماشين بتاعتي ومشغلين في ام وير فيو كونكشن سيرفر. هنا لو عندي هنا يا جماعه كلاينت، الكلاينت ده لوكال بيشتغل عادي، ده لو لوكال كده بيتصل مع السيرفر والسيرفر بيدخل على الماشين. لكن لو الكلاينت جاي من اوفر انترنت عاوز يخش عندنا يقدر ياكسس الماشين بتاعتنا. هنا طبعا ككونسبت سكيورتي اي يوزر من بره عشان يقدر يخش من جوه لازم طبعا يكون عنده فاير وول. بالاضافه للفاير وول شركه في ام وير عملت لنا حاجه اسمها السكيورتي سيرفر. السكيورتي سيرفر ده بيتاكد من شخصيه الشخص ده بشكل اضافي عشان يقدر يدخله عندنا، او تحديدا هو احنا بنحاول نفرق بين الناس اللي بتخش بشكل لوكال بيتصل مباشرة مع الفيو كونكشن سيرفر وبين اليوزر اللي جاي من بره وبيتصل مع السكيورتي سيرفر عندنا. طب ممكن نتصورها ان هي كسكيورتي اضافي كطريق تاني اليوزر لازم يعدي من خلاله عشان يقدر ياكسس الماشينز اللي عندنا. طيب ازاي نقدر نعمل الموضوع ده؟ عشان نعمله احنا بنحتاج جهاز سيرفر. السيرفر ده يا جماعه مش فيرتشوال شكل ما كنا عاوزين ترانسفير سيرفر، ممكن نعمله فيرتشوال او ممكن نعمله فيزيكال، وطبعا هو يفضل ان هو يكون فيزيكال عندي. طبعا هو مكانه الاساسي ان هو بيكون بين الانترنت، اول ما بنخش من الانترنت بيكون في فاير وول، بعد الفاير وول ده السكيورتي سيرفر بيكون موجود، ومن السكيورتي سيرفر ده متصل مع الفي ام وير فيو كونكشن سيرفر عندي. ده الترتيب بتاعهم، يعني اليوزر من بره، الانترنت، الفاير وول، السيرفر، ومن ثم الـ VMware View، وبعد كده الـ SX سيرفر موجود عليه الماشين بتاعي. ده الترتيب بتاع اليوزر عشان يقدر يخش عندي. فبحتاج هنا سيرفر يكون فيزيكال يكون أفضل، بحتاج يكون عنده فاير وول، طبعا ده أوبشن اللي مش هيفرق معانا دلوقتي، لكن لازم طبعا يكون عندي بول ولازم يكون عندي VMware View Connection Server عشان أقدر أعمل ربط بين السكيورتي سيرفر وبين الـ VMware View Connection Server عندي. عشان تتم عملية الربط ده عندنا هنا يعني ريكومندد ان السكيورتي سيرفر ده ما يكونش جوه معانا في الدومين، عشان هو طبعا اليوزر السيرفر ده هيكون اول سيرفر بيقابله
اليوزر من بره، فلو هعمل هاكينج عليه ما يعرفش اليوزر نيم والباسورد بتاع الدومين. فعشان كده يقول لك يفضل ان هو يكون عملية الاوثنتيكيشن بتاعه يكون بره الدومين بتاعه، بيشتغل بلوكال ادمن. وتأكيدا على ذلك عشان نقدر مثلا الناس هتفكر طب ازاي هيظهر في عملية اوثنتيكيشن بين الاثنين، بين الفي سيرفر وبين السكيورتي سيرفر. هنا بتتم يا جماعة عن طريق باسورد. الباسورد دي بروح اكريتها على الفيو الفي ام وير فيو كونكشن سيرفر. والباسورد ديت لما اجي بعمل انستليشن للسكيورتي سيرفر هنا للابلكيشنز بيسألني على الباسورد اللي انا عملتها له بشكل مسبق جوه الفي ام وير فيو كونكشن. ركزوا على النقطة دي قوي. يعني عشان اعمل انتجريشن بين الاثنين لازم بكريت هنا باسورد على الفيو كونكشن. الباسورد ديت هيسألني عليها وهو بيعمل عملية انستليشن عندنا. الباسورد دي ملهاش علاقة باليوزر لوكال ولا ادمين ولا أدمين ولا دومين او غيره، لا ده باسورد بعملها جوه البرنامج هنا ولازم ادخلها وانا بعمل انستليشن. لما بدخلها هنا بيحصل عملية انتجريشن بين الاثنين، واسم السيرفر السكيورتي هنا بيظهر عندي جوه الفي ام وير فيو ادمنستريشن كونسول عندي. طيب ازاي نقدر نعمل الكلام ده؟ انا دلوقتي عملت اوريدي انستليشنز لويندوز سيرفر. ده ويندوز سيرفر عندي لو فاكرين انا واحنا بنتكلم في اللاب سيت اب، كنت عامل سيرفر اسمه فيو داش سيك. الاي بي بتاعه كان 192.168.1.213. السيرفر ده هعمل دلوقتي انستليشن عليه، واختار ان انا هعمل ال في انزل السكيورتي سيرفر. احنا اتعلمنا من هنا ان احنا ننزل الستاندرد سيرفر والترانسفير سيرفر، وهنتعلم دلوقتي ازاي نعمل انستليشن للسكيورتي سيرفر. هعمل نيكست واكسبت اللاينس اجريمنت. نيكست هيسالني هنا عاوز انزل انهي رولز، انزل السكيورتي رولز. هنا يسالني على الاي بي الخاص بالفيو كونكشن سيرفر اللي هو 192.168.1.210. نيكست هيجي يسالني هنا السؤال المهم جدا اللي هو الباسورد الخاصة اللي احنا كريتناها جوه الفيو كونكشن سيرفر. طب دي بتتكريت ازاي؟ اروح افتح الفي ام وير فيو ادمنستريشنز، اجي تحت الفيو كونفيجريشنز تحت سيرفرز. طبعا الاقي هنا الفي سنتر سكيورتي سيرفر، طبعا مفيش اي سكيورتي سيرفر هنا. لا بعد عملية الانستليشن ما تتم هيظهر هنا السكيورتي سيرفر. طب ازاي اقدر اكريت الباسورد؟ الباسورد ما بتتكريتش من هنا، انها بتتكريت من على مستوى الفي كونكشن سيرفر. يعني انا لو عندي اكتر من هنا من في كونكشن سيرفر ممكن اطلع من كل في كونكشن سيرفر باسورد خاصه بيه، وممكن كل في كونكشن سيرفر يتصل بسيرفر سكيورتي خاص بيه. ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ بعدها هنا كده واجي مور كومنت، بعمل حاجه اسمها سبيسيفاي سكيورتي سيرفر، وكريت هنا الباسورد اللي انا عاوز اعملها. ولكن على سبيل المثال نعملها كومبلكس باسورد، والباسورد التايم اوت بتاعها بتنتهي صلاحيتها بعد فترة معينة 30 دقيقة. كده عملت هنا الباسورد، اروح ارجع على السيرفر تاني في عملية الانستليشنز وادخل الباسورد اللي انا عملتها هناك، لازم تكون هنا متطابقة. دلوقتي بيديني كده حاجة تحذيريا ان احنا هيشتغل الكونكشن هيتم بين السيرفرين اتنين عن طريق الاي بي سيك او بدون الاي بي سيك. هنا بيسالني على جزء مهم جدا الاكسترنال نيم اللي اليوزر هياكسس من خلاله. طبعا احنا اليوزر هيجي من بره فلازم طبعا بياكسس اوفر الريال اي بي وريال نيم، يعني اسم الدومين طبعا لازم يكون ده مسجل بره، مسجله انت بره حقيقي، واسم السيرفر ده عامله في الدي ان اس البابليك بره. بالاضافه الاي بي طبعا 192 ده ما ينفعش بره، لازم طبعا بتدخل هنا ريال اي بي نطلعه ناتنج من خلال الفاير وول. فده هنا الجزء ده بتعدله على حسب اسم السيرفر اللي انت بابلش بره والاي بي الريال اللي الناس بتعمل كونكت عليه من بره، لان طبعا كل الاسامي ديت اكسترنال لازم يكون ريال اي بي مش فري اي بي بالشكل ده. طبعا الكلام ده بتغيره هنا طبعا تعمل كونفيجريشن فاير وول لوكال. لا كده عمليه الانستليشن للفي ام وير فيو سكيورتي انتهت. طبعا هنا هو ملوش اي انترفيس، ما بعملش اي مانج دي من خلال السيرفر هنا، انما كل دوره والمانج بتاعه كله بيتم من خلال الفي ام وير فيو كونكشن سيرفر. لما اجي هنا دلوقتي كده اضغط على الفي ام وير كونكشن سيرفر هلاقي اسم السيرفر الخاص بي اللي نازل عليه الفي ام وير فيو سكيورتي.
الاقي نازل عليه انستول وكونكتد مع مين؟ كونكتد مع فيم وير فيو كونكشن سيرفر. فمعنى كده ان كل فيم وير كونكشن سيرفر ممكن يبقى ليه اساين سكيورتي سيرفر خاص بيه عندنا. ده البروبيس الخاصة بيه، ده النيم اللي ممكن نغيره، وده الاي بي اللي احنا بنغيره. طبعا لازم الكلام ده يتغير في الواقع عندنا بره. طيب ازاي بقى اليوزر يقدر يختار وهو جاي من بره كده هيتصل بأدنى سيرفر؟ طبعا كيوزر لازم طبعا بيدخل الاي بي، وهو بيخش بيدخل ان هناك، هو جاي من بره بيدخل الريال اي بي، مش هيدخل الفري اي بي من بره عشان يقدر يخش عندي. عندي برك حاجة تانية، ان انا ممكن اجبر بول معينة ان هي تعدي من خلال السكيورت سيرفر، او ان هي تتصل على طول بالفيو كونكشن سيرفر عندي. يبقى كده شفنا اول جزء من مواضيع السكيورتي مع الفيم وير فيو سيرفر. هنشوف جزء تاني خاص بالسكيورتي في الفيم وير فيو سيرفر، وهو عبارة عن رولز اند بيرميشن. في اي برنامج وفي اي تطبيق بيكون في عندنا ادمنستريتور، يكون في عندنا مانجر، يكون في عندنا اسيستنت، بيكون عندنا سيستم انجينير، بيكون عندنا هيلب ديسك وغيره. طبيعي ان كل واحد هيكون ليه برميشن يختلف عن التاني على حسب الدور اللي بيقوم بيه عندنا. فاحنا على سبيل المثال لو عندنا سيستم انجينير هو اللي ماسك مسؤولية الفيم وير فيو سيرفر عندي، فممكن يكون عنده تحته مباشرة في الوظائف كوظائف طبيعية، ان هي في عندنا واحد هيلب ديسك، الهيلب ديسك ده بيقوم بعض الادوار، احنا عاوزين نديله بعض البرميشنز يقدر يعملها على مستوى اليوزر عندنا، مش كل حاجة تكون في ايد السيستم انجينير عندنا. ده طبعا بيفيدنا في عملية سهولة أداء الشغل في الحاجات البسيطة ممكن الهيلب ديسك يعملها، لكن طبعا الحاجات الكبيرة بيكون الوحيد اللي ليه بيرميشن هو السيستم انجينير أو المانجر عندنا الخاص بالنتورك عندنا. فهنا شركة فيم وير برك عملنا جزء خاص بالادمنستريشنز، ومقسملنا هنا مين البيرميشنز اللي هنديها للناس، ومقسملنا هنا رولز عندي. فأول حاجة عايزين نشوفها في هنا شركة فيم وير عاملة لنا بعض الرولز، عاملة لنا كده مستويات من البرميشن، عاملة لنا برميشن خاص بالادمنستريتور، وفي ناس خاصة بالريد اونلي تقدر تشوف كل حاجة لكنها ما تطبقش أي حاجة، في ناس حاجة اسمها بالايجنت ريجستريشنز، جلوبال سيتنجز، انفنتوري وغيرها. كل جزء رولز من الرولز ديت ليها صلاحيات معينة. ايه الصلاحيات ديت؟ لو نيجي هنا من الجنب هنلاقي هنا ان ده ليه ريد اونلي، كونسول كذا، دايركت كذا كذا كذا، كل رولز لها برميشن معين عندنا. طب لو انا عاوز اكريت رولز جديده على حسب اللي انا البرميشن اللي عاوز اديها اليوزر، ممكن اجي هنا كده من رولز ونسمي مثلا رولز اسمها هيلب ديسك. الرولز اللي انا عاملها ديت هديهم بعدد برميشن معينه على حسب التطبيق اللي المفترض يعملوه عندنا، انه يقدر يعمل مانج اللوكال سيتنج، يقدر يعمل لوج اوف اليوزر، يقدر يعمل مانج للبيرسيستنت ديسك وغيره. عملت رولز اهي، طب الرولز ده اطبقه على مين؟ اجي هنا كده اد يوزر. شوف احنا ممكن نطبق هنا على مستوى جروب معينه او على مستوى يوزر معين. على سبيل المثال عاوز نطبق على مستوى يوزر، او مثلا اليوزر اللي اسمه كذا يوزر 1 ده هنضيف له بيرميشنز. ايه الرولز اللي عاوز اطبقها عليه؟ طبق عليه رولز اللي اسمها هيلب ديسك او اي رولز اوريدي متكريت عندي. لو عندي هنا فولدرات انا كنت مكريتها يا جماعه ديفل كده كعمليه تسهيليه، عاوز اعمل فولدر خاص بالكيوسك مود، فولدر خاص باللينكد مود، فولدر خاص بالفول مود وهكذا، بقدر احددها او اقدر اطبقه على مستوى الروت ويطبق على كل البولز اللي عندي. دلوقتي ضفت يوزر، ده اليوزر ده ليه برميشن معين عندنا شكل ما احنا شفنا. ممكن اجي هنا اضيف له برميشن زياده، يعني ممكن ياخد البرميشن ده كمان، ياخد البرميشن بتاع الهيلب ديسك والبرميشن الخاص بالجلوبال سيتنجز عندي. يعني ممكن اليوزر الواحد يقدر ياخد اكتر من رولز عندي، واقدر طبعا اغير اي رولز من الرولز ديت واضيف فيها برميشن شكل ما انا عاوز. حتى لو رولز موجوده اوريدي ممكن اجي هنا بالبرميشن واقدر اغير برميشن او اضيف يوزر جوه البرميشن ده. ده الجزء الخاص بالرولز اند برميشنز. شوفنا تاني جزء الخاص بالرولز اند بيرميشن. هنشوف الجزء الثالث من موضوع السكيورتي الخاص بالفي ام وير فيو، وهو خاص بالبولسي. البولسي عندنا بتنقسم لجزئين اتنين، بولسي خاصه على مستوى الفي ام وير فيو ككل، وبولسي على مستوى البولز. بمعنى
في بولسي هنا موجودة لوكال، لو جينا هنا في جزء اسمه بولسي هنلاقي في حاجة اسمها جلوبال بولسي، متقسمة لحاجة اسمها فيو بولسي ولوكال مود بولسي. لو لوكال مود بولسي احنا اتعرفنا عليها قبل كده، هي بولسي بتطبق على البولز اللي من نوع لوكال مود، او اليوزرز من نوع لوكال مود اللي هو الماشين بتاعتهم، بتتاخد كوبي لوكال على اجهزة اليوزر بتاعتهم، الاجهزة الفيزيكال بتاعتهم، وعشان يقدروا يتعاملوا ويشتغلوا معاها بره النتورك بتاعتنا. شفنا البولسي بتاعتنا دي قد معناه ايه. في بولس تانية اسمها فيو بولسي، دي بولس بسيطة جدا، بتحدد فيها بعض البرميشن كده، هل اعمل انيبل لليو اس بي واعمل لها ريدايركشن ولا لا، هل اعمل مالتي ميديا ريدايركشن، هل اعمل ريموت مود يعني اليوزر ممكن يخش ريموت ولا لا، وهكذا. لحظة البولس دي بتطبق، لو عدلت اي حاجة هنا بتطبق باي ديفولت على كل البولز اللي موجودة عندي. طيب لو انا عاوز اعمل بولز معينة لها برميشن يختلف عن البرميشن ده، شركة في ام وير هنا عاملة لنا ان احنا ممكن اي بولز لها نسخه من البرميشن دي تختلف، ممكن اطبقها يعني انديفيدوال عليها، يعني دي اللوكال ديت الجلوبال، لكن اي بولز عندي على سبيل المثال لينكد بول ديت، لو جيت هنا بولسي هلاقي في نسخه طبق الاصل من البولس اللي موجوده هنا، لكن هنا البولس يا جماعه ايه بتطبق على مستوى البول دي فقط لا غير. لاحظ لما افتحها كده باي ديفولت ايه انهيرت، انهيرت يعني ايه؟ يعني بياخد البولسي اللي متكريته من نوع جلوبال عندي. طيب لكن انا ممكن هنا اغير الحاجات دي كلها. طب في حاله التغيير هنا، لو عملت مثلا هنا الاو وفي الجلوبال ديناي، مين اللي هيطبق هنا؟ هو هنا طبعا هي القاعده المعروفه عندنا في البولسي، الخاص بالعام، بمعنى اللينكد هنا هي اللي هتكون ليها الاوفر رايت على الجلوبال عندي. شوفنا دلوقتي هنا جلوبال بولس طب على كل البولز، وفي على كل مستوى بولز نسخة من البول بولز دي بقدر اطبقها على مستوى البولز عندي، عند ليفل الاعلى وليفل الاقل. لكن طبعا في حالة الاختلاف بين الاثنين، الليفل الاقل هو اللي بيطبق اللي على مستوى البولز عندي، بتبقى ليها اوفر رايت على مستوى الجلوبال بولسي عندي. يبقى ده شفنا ايه الفي ام وير فيو بولسي عندي. عندي في جروب بولسي بقى، طبعا عارفين كلنا الجروب بولس اللي هي الخاصه بالدومين. طيب ايه الجديد عندنا؟ فاكرين كده ما كنا بنتكلم على موضوع الرومنج بروفايل والبرسونا بروفايل، عرفنا ان في بولس اضافيه ممكن اضيفها من داخل برنامج الفي ام وير فيو بولس كده، بتنضاف جوه جروب بولس عندنا، بتزود لي بعض الفيتشر ان اقدر اتحكم في الفيرتشوال ماشين الخاصه بالفي ام وير فيو. ضفنا منها البولس الخاصة بالبرسونا بروفايل والريدايركت، قلت لكم في بولس تانية ممكن نستخدمها عشان نقدر نتحكم في مواضيع تانية كتير جدا في الماشين اللي موجودة جوه السيرفر بتاعي، عن طريق اللي هي متكريتة باي ديفولت عن طريق الفيم وير فيو سيرفر عندي. طيب لو رحنا الدومين كده عندي وفتحنا الجروب بولسي، وجينا كده على سبيل المثال على أي بولس احنا مكريتينها، أو تكريت بولس جديدة زي ما تحب، البولس اللي هنكريتها او اللي موجودة عندي باي ديفولت هروح اضيف عليها بولسي، او بسميها ال ADM فايل. ال ADM فايل ده external بولسي على سبيل المثال. البولس دي باي ديفولت بتكون موجودة فين، او ال ADM فايل ده موجود فين؟ بيكون يا جماعة موجود، لو جينا كده هعمل اد، بيكون موجود على السيرفر ال view connection server. لو انتوا فاكرين ان احنا فتحنا هنا الباص، هتفتح كده الهيدن شير في ام وير فيو سكيورتي سيرفر، سوري مش سكيورتي، كسترا جروب بولس فايل، هلاقي هنا عندي كذا ملف اي دي ام فايل، كل ملف من الملفات ده فيه بولسي خاصه بجزء معين، يعني ده بولسي مثلا خاصه بالفويس اوفر اي بي، ده بولسي خاصه بالايجنت، ده بولسي خاصه بالكلاينت، ده بولس خاصة بالكونكشن، ده بولس خاصة بالسيرفر، وده البولس الخاصة بالبرسونا بروفايل عندي. لو انا جيت كده حددتهم، قلت عاوز اضيف البولس ديت عندي، هتنضاف دلوقتي، هتنضاف فين؟ تحت سكيورتي، تحت الكلاسيك ادمن، هلاقي عندي كده انضاف ايه كذا حاجة عندي. هتلاقي في بولس هنا مقسمة، ده ملف الاي دي ام الخاص بالبي سي اوفر اي بي، ده الجزء الخاص بالايجنت، اقدر اتحكم مثلا على سبيل المثال اعمل موضوع اليو اس بي ريدايركشنز او لا، الايجنت كونفيجريشنز،
الايجنت سكيورتي، البيرسونال مانجمنت. هنا اقدر اتحكم في الكلاينت اللي هو الجهاز الفيزيكال، اقدر اتحكم في الكونكشن بين الاثنين، بين السيرفر وبين الكلاينت، والبرفورمانس بتاعه من السيرفر، هيبقى الكونكشن سيرفر بتاعنا والسكيورتي سيرفر واللوجز وهكذا. دي كلها عبارة عن رولز اقدر اتحكم فيها في اليوزر عندي. عاوز اعمل الاو للاوديو، الاو للفيديو، الاو للسمارت كارد وهكذا عندي. ديت بوليسي كلها، طبعا هي عشرات البوليسي، طبعا مش هنتكلم عنها بالتفصيل، لكنها لازم تراجعها كده وتشوفها قبل ما تطبق التكنولوجيا الفي دي اي عندك، عشان تعرف ايه الفيتشر اللي هي ممكن تساعدك بيها في ان انت تطبق بوليسي معينة على الكلاينت عندك، سواء الايجنت او سواء الكلاينت الجهاز الفيزيكال عندك. ده عبارة عن ايه؟ ده جروب بوليسي الاضافية الخاصة بالفي ام وير فيو. طبعا اي بوليسي تانية موجودة عند شركة مايكروسوفت ممكن اطبقها على جهاز الفيرشوال عندي، مش هيفرق عندي خالص. هو طبعا اي بوليسي هنا بتفرقش مع الجهاز ده فيرشوال ولا فيزيكال، لكن ديت بوليسي معينة يعني متظبطة للفي ام وير فيو، شركة في ام وير هي اللي عاملاها عندنا. يبقى كده شفنا الجزء الخاص بالسكيورتي الخاص بيه الجروب بوليسي عندي. هنتكلم على موضوع الفاير وول والبورت. طب احنا شفنا ان لازم يكون في فاير وول عندنا بين مين؟ بين السيرفر اللي هو الكونكشن سيرفر او السكيورتي سيرفر، وبين الكلاينت اللي جاي من بره. لكن في بعض الشبكات وفي شركه في ام وير بتعمل ريكومنديشن كده، ان يكون حتى لو انت عندك جهاز كلاينت جوه، جهاز الكلاينت ده عاوز يتصل بالكونكشن سيرفر، ان يكون في عندنا بين السيرفر روم او الداتا سنتر وبين الكلاينت عندنا في فاير وول، يعني في فاير وول خارجي وفاير وول داخلي. والنقطه اللي احنا الداتا سنتر بتاعتنا دي بنسميها الدي ام سي، اللي هي منطقه الديترمايز زون، اللي هي المنطقه المعزوله عندي بتوين الكلاينت اللي جاي من بره او الكلاينت الانترنال عندي. فمعنى كده ان في فاير وول داخلي او خارجي، فمعنى كده ان انا احتاج اقدر افتح بورتات معينه بيننا وبين الكلاينت وبين السيرفرات. طب ايه البورتات دي؟ طبعا البورتات هنا هتكون بورتات كتير، لان اليوزر بيعمل اوثنتيكيشن ويفتح اتش بي ويفتح اتش بي بي، يعني بورت 80 و443 وبورت الخاص بالال داب وبورت الاكتيف دايركتري، ولو اشتغل بالسمارت كارد وغيرها من البورتات والشير وغيره. فعشان كده شركه في ام وير عامله لنا لسته في المانيوال الخاص بالفي ام وير سكيورتي، عملنا كده في ام وير تي سي بي اند يو تي بي بورت. الدوكيومنت ده موجود فيه عند في موقع شركه في ام وير، حطلنا فيه كده لسته ايه هو السيرفرات. لو عندي سيرفر سكيور سيرفر احتاج ايه، ايه نوع البورت اللي افتحه بيني وبين الانترنال نتورك عندي، او في الفاير وول بيني وبين الكلاينت عندي. كل ده عباره عن البورتات اللي محتاجه بين السكيورتي سيرفر مثلا وبين الفيو كلاينت، او بين السكيورت سيرفر وبين الكونكشن سيرفر وهكذا. طبعا عشرات البورتات اللي اقدر استخدمها، لان طبعا انتوا لاحظوا الاتجاه بتاعي بين السكيورت سيرفر وبين الكلاينت الاكسترنال، وبين السكيورت سيرفر وبين الكونكشن سيرفر، وبين الانترنال يوزر وبين الكونكشن سيرفر عندي. طبعا عندي كذا اتجاه فروم وتو بيحدد لي بتوين ده وده او العكس وهكذا، وايه البورتات اللي انا مفترض افتحها، والبورتات دي شغاله يو تي بي ولا تي سي بي عندي. طبعا وانت بتعمل ديزاين للنتورك بتاعتك وهتطبق بوليسي جوه الفاير وول، لازم تراجع الدوكيمنت ده عشان تعرف البورتات عندنا، لان البورتات ما هياش اتش بي واتش بي بي اس، لا ده في بورتات تانية كتير جدا خاصه بالشير وخاصه بالال داب وخاصه بالريموت ديسكتوب وغيرها، وعشرات من البورتات لازم تتفتح عندي بتوين الكلاينت وبتوين السيرفرات الموجوده عندي. دي الفاير وول والبورت. اخر نقطتين هنتكلم فيهم مجمل كده مع بعض، هو موضوع الفي شيلد اند بوينت والانتي فايروس. طيب احنا طبعا ايه الشيء الفي شيلد؟ الفي شيلد عباره عن فاير وول خاص بشركه في ام وير عاملاه كده، لما بيكون عند انفايرمنت كبيره وعند اكتر من اس اكس سيرفر، كل اس اكس سيرفر موجود عليه فيرتشوال ماشين سيرفر، عاوزين نعمل سكيورتي بين السيرفرات الموجوده في الداتا سنتر بينها وبين بعضها، اللي مثلا عامل دومين وعامل انتي فيروس وعامل سكيورتي سيرفر وعامل شير سيرفر وعامل دي ان اس ودي اتش سي، كل السيرفرات دي موجوده في داتا سنتر واحده، موجوده على اكتر من سيرفر،
فانا عاوز اعمل فلتره بين السيرفرات دي بينها من بعض. طبعا الفاير وول الفيزيكال مش هينفع عندي في الحاله دي لانهم كلهم موجودين بشكل فيرتشوال على اكتر من سيرفر، ما هماش هيكون بينهم من بعض في سر في فاير وول. فهنا شركه في ام وير عشان تقدر تساعدنا في عمليه الفلتريشنز ديت عملت فيرتشوال فاير وول لو بنسميه الفي شيلد عندي. طبعا مش هتكلم على الفي شيلد من ناحيه الفاير وول اللي هو بتوين السيرفرات الاي اس اكس، لكن هتكلم هنا الفي شيلد ودوره بتوين الفيرشوال كلاينت او الفيرشوال ماشين الخاصه بالكلاينت الموجوده على الاس اكس سيرفر، وهركز اكتر في موضوع الاند فيروس. بمعنى ان احنا لو جينا مثلا كده اتصورنا ان انا عندي كذا سيرفر، كل سيرفر من السيرفرات دي شغال في ام وير فيو، كل سيرفر عنده بعض الفيرشوال ماشين عندنا. لو انا قلت عاوز اعزل بعض الماشين ديت عن الماشين دي عن الماشين دي، مثلا دي بول ودي بول وبول، كل بول لها اداره عندنا. فعشان اعزل اعمل عمليه العزل ديت عاوز اركب فاير وول. طبعا السيرفرات دي كلها داخله مع بعضها كلهم داتا سنتر واحده، والماشين دي بتتنقل فيرشوالي بيننا على مستوى الثلاث سيرفرات دي، مش مفصولين ان سيرفر كل واحد شايل ماشين معين، لا يعني مش انا مش هركب فيزيكال كده بين السيرفر ده والسيرفر ده فاير وول، انما انا هركب هنا برنامج الفي شيلد ده اللي هيعمل عمليه فلتريشنز بتوين الفيرشوال ماشين بينها وبين بعضها. يعني ممكن الماشين ديت واحدة هنا والتانية موجودة في السيرفر رقم 3، لكن هما الاتنين في أكنهم في سيجمنتيشنز واحدة عندنا، وبيفلترهم بينهم وبين الماشينز التانية، مع إن الماشين دي ممكن برضك متفرقة على أكتر من سيرفر عندي. ديت فكرة الفي شيلد عندي، إن هو بيعمل فلتريشنز بتوين مجموعات معينة أو بورز معينة عندي على حسب ما أنا بحدد. بحدد هنا البورتات المفتوحة بينا وبين بعض، ويقدر حتى يراقب في حاجة اسمها الفي شيلد اب، يقدر يفلتر الابليكيشنز اللي بتتفتح بتوين السيرفر والكلاينت او بين الكلاينت وبين الماشينز الفيزيكال والفيرشوال عندي. طيب الجزء الخاص بال الانتسباب الانت فيروس، الجزء الخاص بالانت فيروس مهم جدا جدا عندنا يا جماعة. احنا فكرنا كده ان احنا عندنا ماشينز شغالة على السيرفرات، الماشين ديت عند مثلا لو طلعوا مثلا في كل سيرفر عليه 10 ماشين او 20 ماشين او 50 ماشين على حسب قدرته. لو قلنا عاوزين نعمل انتي فيروس على الماشين عشان اي فيروس يجي من بره او يتنقل بين ماشين لماشين ما يحصلش اي انفكتد اصابات في الماشين ديت وتتدمر. فاحنا لو فكرنا بطريقة الفيزيكال ان احنا ننزل كل انتي فيروس على كل ماشين، فلاحظوا ان احنا مثلا كل ماشين عندها 20 سيرفر، كل سيرفر عنده 20 ماشين موجود عليه، فنزل 20 انتي فيروس عندنا. طبعا الانتي فيروس بطبيعته ان هو بيشتغل راننج او بيعمل سكاننج كل فتره، فال 20 ماشين دول عملوا سكان هيدمروا البروسيسنج وهياكل كل البرفورمانس الخاص بالسيرفر عندي. فعشان كده شركه في ام وير او اي تكنولوجيا فيرشواليزيشنز ما بتعملش ريكومنديشن انت تنزل انتي فيروس لوكال على الفيرشوال ماشين، انما ازاي اقدر اعمل سكان ما دام مش هنزل انتي فيروس لوكال على الماشينز الفيرشوال ماشين بتاعتي. هنا هنعمل انتي فيروس على مستوى السيرفر او على مستوى الداتا سنتر بتاعتك ككل. يعني بدل ما احنا بننزل الانتي فيروس لوكال هنا كده عندنا، لا ده انا هنزل انتي فيروس ازاي على مستوى السيرفر ككل. الانتي فيروس ده هيكون هيعمل كده جدار حوالين الفيرشوال ماشين دي كلها، ويفلتر الداتا ويعمل لها سكان اللي جاي من بره اللي داخل على السيرفر اللي يحتوي على الماشينز دي، واي داتا بره خارجه من الماشين دي طالعه بره يعمل لها سكان. فكده يبقى منع اي انتي فيروس يخش جوه السيرفر ده، وبالتالي يتنقل على الفيرشوال ماشين عندك ككل، او اي انتي فيروس هيخرج بره من الفيرشوال ماشين دي بدون ما يكون عامل انستليشنز على الماشين ديت عندك. وديت نقطة مهمة جدا جدا في أي داتا سنتر عندي عاوز أعمل موضوع الفي دي أي، لازم أخد بالي من الأنتي فيروس ده أوي. وشركات الأنتي فيروس عملت سوليوشن خاصة بالفيرشوال ماشين عندي، وسوليوشن خاصة بموضوع الفي دي أي. من أشهرهم شركة تريند مايكرو، عاملة حاجة اسمها ديب سيكيورتي. ديب سيكيورتي ده بيعمل لك سيرفر أنتي فيروس بره، وبينزل لك ايجنت كده صغير على الفيرشوال ماشين، بيعمل لك كده تهيئة إن يعمل جدار كده حوالين الداتا سنتر بتاعتك عشان يعمل فلترة وهكذا. ده من اكتر الشركات. في شركة مكافي عاملة مكافي وان،
في أكتر من شركة دلوقتي بدأت في دخول التكنولوجيا ديت، إن هي بتقدر تعمل سوليوشن أنت فيروس فور في إم، يعني الأنت فيروس بتاعنا العادي اللي بننزله على الفيزيكال ماشين، أو طبعا ممكن نقدر ننزله على الفيزيكال أو الفيرشوال بتاعي، لكن مش ريكومندد عندي، إنما لازم أجيب أنت فيروس خاص بتكنولوجيا الفيرشواليزيشن وتحديدا تكنولوجيا الفي دي أي عندي، عشان الأنت فيروس ما يعمليش إهلاك كبير من البرفورمانس الخاص بالرامات والخاص بالبروسيسنج اللي موجود في السيرفر بتاعي، فبالتالي هيعمل لي عملية بطء في الفيرشوال ماشين عندي، فعشان كده لازم نستخدم انتي فيروس خاص بالتكنولوجيا ديت عندنا. بكده يكون اتعرفنا يا جماعة على الفي شيلد والانتي فيروس. طبعا الفي شيلد ده يكون ليه كورس خاص بيه هنتكلم فيه ازاي نقدر نعمل له ديبلويمنت، وازاي نقدر نشوف انواع الفي شيلد، لان الفي شيلد فيه في شيلد اند بوينت ده الخاص بموضوع الفي دي اي، في عند في شيلد ايدج، وفي شيلد اب خاصين بالفلتره للبورتات وعلى مستوى الابلكيشنز بتاعي. بكده نكون انتهينا من الدرس الخاص بالسكيورتي، حاولنا نجمع فيه كل النقط الخاصه بالسكيورتي والمتعلقه في ببرنامج الفي ام وير فيو 5.1 عندي. عرفنا ازاي نقدر نعمل انستليشن في السكيورت سيرفر وايه فايدته، شفنا البرميشنز ورولز، شفنا اللوكال بوليسي على مستوى جلوبال على مستوى البول، شفنا جروب بوليسي اللي بقدر اضيفها جوه جروب بوليسي، شفت الفاير وول والبورتس اللي ممكن لازم افتحها بين السيرفرات وبين الكلاينت او العكس، شفنا ايه فكره الفي شيلد والانت فيروس عندي في تكنولوجيا الفي دي اي. متشكر جدا لحسن سماعكم، كان معاكم مهندس خالد الدسوقي.